في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في بث مباشر جديد. معاكم اسماء اسماعيل من الاسكندريه. زي ما حضراتكم شايفين النهارده النجم احمد شيبه نجم اسكندريه ونجم السكندريين النهارده في منطقه الاباري بالاسكندريه، تحديدا شارع الماكس. زي ما احنا شايفين اطول واكبر مائده بنرصدها مع حضراتكم النهارده. فرحه كبيره ما بين السكندريين، كل سنه وانتم طيبين وبعود الايام. يعني زي ما احنا شايفين بعود الايام علينا وعليكم بخير. اقبال النهارده من الشرق للغرب، من ابو قير للسياله زي ما بيقولوا، على الاسكندرانيه، وطبعا او من الاسكندرانيه النهارده على مائده النجم احمد شيبه وابناء احمد شيبه. زي ما احنا شايفين اسكندريه كلها موجوده النهارده في الاباري. زي ما حضراتكم شايفين وزي ما بنتابع معاكم التفاصيل والاجواء. كل سنه وحضراتكم طيبين وكل سنه وحضراتكم بخير. النهارده بنرصد مع حضراتكم الاجواء. زي ما حضراتكم شايفين تجهيزات المائده شغاله، المائده اللي بتتعمل كل 25 رمضان من كل عام. اجواء وتفاصيل تحفه جدا، اجواء حلوه بنتابعها مع حضراتكم الان. الاباري كلها موجوده واسكندريه ايضا كلها موجوده. الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين اطول مائده بنتابعها معاكم وبنرصدها لحضراتكم الان من الاسكندريه. الاسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط وافطار او افطار ومائده النجم احمد شيبه نجم الاغنيه الشعبيه النهارده.